هنروح نشوف تصريحات كابتن خالد بيبو مدير الكره في النادي الاهلي قال ايه عقب المباراه ونرجع لحضراتكم. الحمد لله رب العالمين. طبعا المكسب كان كويس جدا، مهم بالنسبه لنا في مشوارنا طبعا في بطوله افريقيا، فكنا محتاجين مكسب كويس بعد ظروف كانت صعبه جدا قابلناها قبل المباراه دي، انما الحمد لله اللعيبه ادت بشكل كويس وقدرنا ناخد احسن حاجه في الجيم. يعني لعبت النادي الاهلي، يعني لعبت النادي الاهلي طول عمرها يبقى عندهم حاجات كتير قوي طول الوقت ان هم يتغلبوا عليها. طبعا لعبت الاهلي انت بتبقى اكبر عدد من اللعيبه بيبقوا في المنتخب، فتره الراحه بتاعتهم بتبقى دايما قليله، انما الحمد لله بنقدر ان احنا نتجمع بسرعه ونقدر ان احنا بنتكلم مع بعض. يعني احنا الحوار مفتوح بينا وبنقدر نتكلم وبنقدر ان احنا نستغل كل الفرص اللي بتجي لنا كلاعبين النادي الاهلي ان احنا ناخد احسن حاجه من جيم. يعني انت قلت المباراه صعبه، ظروفها كانت صعبه، لعيبه المنتخب جونا متاخر وما ارتاحوش، يعني احنا في لعيبه ارتاحت وفي لعيبه ما ارتاحتش، انما الحمد لله قدرنا ان احنا يعني ناخد احسن حاجه من جيم. يعني مبروك يا رجاله، ماتش كان مهم جدا ان احنا نكسبه، انما لسه الجيم ما خلصش، لسه محتاجين نكسب في القاهره ان شاء الله. هترتاح وهنرجع طريق السفر بتاعنا ان شاء الله، هنرجع وهناخد اجازه وان شاء الله هنبتدي نشتغل على المباراه الثانيه. وهو ده النادي الاهلي، انت بتكسب مباراه بتفكر على طول في اللي وراها واللي وراها. بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، عايزين نحافظ عليها ان شاء الله، ناخد البطوله ان شاء الله السنه دي. جمهور طبعا بقول للناس اللي جت يعني كانت موجوده في المباراه طبعا بشكرهم على المسانده وعلى الدعم، بس هو ده جمهور النادي الاهلي، هو وراك في كل مكان. واتمنى بقى، اتمنى امنيه شخصيه، نفسي اشوف الماتش بتاعنا في القاهره، اشوف كل المدرجات مقفوله بجمهور النادي الاهلي، لان انا وحش، انا شخصيا جمهور الاهلي وحشني جدا، وان انا بشوفه مالي المدرجات، امنيه شخصيه ان انا اشوف جمهور النادي الاهلي مالي كل المدرجات ويستمتع بفرقه النادي الاهلي ويساندها ويساعدها، والفرقه تبقى حاسه بالجمهور بتاعها في كل المباريات ان شاء الله. الحقيقه كلنا كابتن خالد يعني نفسنا ان شاء الله باذن الله نشوف الاستادات مليانه والجماهير متواجده ان شاء الله باذن الله. 20,000 خطوه جيده جدا جدا ان شاء الله الفترات اللي جايه نشوف بقى الاستاد عن اخره، لان كلنا عارفين يعني المحرك الاساسي لاي فرقه وخاصه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي ليها الحقيقه فعل السحر على اللاعبين، وان شاء الله باذن الله يكون متواجدين بشكل جيد ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه ونحقق نتيجه طيبه. كابتن خالد اتكلم على النقط اللي احنا اتكلمنا عليها، الاجهاد والتعب وما كانش في راحه، لكن اتكلم كمان على نقطه مهمه جدا ان النادي الاهلي كان عامل حسابه وكان مركزين كويس قوي، وان فعلا الاهلي بمن حضر وان شاء الله باذن الله يعني تتوج هذه الخطوه، اللي لسه عندنا مباراه تانية. انا باكد المباراه اللي جايه مباراه صعبه ومحتاجه نفس التركيز، محتاجه نفس الاصرار، محتاجه نفس العزيمه، لان عندنا المباراه على ارضك وان شاء الله باذن الله نمره واحد ما يجيش فيه جون، ان شاء الله احنا عندنا فرص تتسجل وعندنا ان شاء الله باذن الله فرص كثيره ان شاء الله تتاح للاعيبه النادي الاهلي للتسجيل، وان شاء الله باذن الله مع التركيز والاراده انا متاكد ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز في هذه المباراه.